صباح الخير. ايه سهرانة ولا صح يا بدري؟ ده كويس. انت زعلانة بجد بقى؟ ايه البواخل اللي على الصبح دي؟ جايالك جايالك، شوف المريضة بس. ايه يا حبيبتي؟ عاملة ايه النهاردة؟ يعني هبقى مبسوط يعني عشان ما شفتكيش امبارح؟ انا اكيد كنت مجنون في الشغل. ثانية واحدة، خليكي معايا. صباح الخير يا رجالة، تاكلوا ايه؟ مش قادر يا فريدة، حاسس ان انا جعان بالغباء. لا ده انت مصممة على قفش بقى. ايه اللخبطة؟ انت يا بت، لو قلت بت تاني هسيبهم عليك، تصدق بقى؟ شخصيتها قوية قوي البت. شخصيتها قوية قوي. ايه الاخبار؟ صباح الفل. صباح الورد. والله العظيم ما اقصد دي فينو. سكبت سمعتي طبعا. ها قلت لك صباح الفل. صباح الفل. عمر يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي عشان تلحق تفطر وتغير هدومك حالا يا ماما. خليكي معايا يا حبيبتي. هو الناس جوه ايه؟ كلهم صحيوا. والباشا مودو عامل ازاي؟ فوضى 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 فوضى. معلش حضرتك، خش اشوف مهود الباشا واكلمك. يلا سلام. فوضى، صباح شريف يا باشا. اهلين يا عمر، اتفضل يا باشا. اخبار الدنيا ايه النهارده؟ فوضى فوضى على الاخر. فوضى هنعمل ايه بس؟ حماك كلمني امبارح. حبيبي كان عايز يا باشا عزمنا على الغداء يوم الجمعه. النهارده الاثنين، ثلاثة اربع خميس، ما لحقش يا باشا. ما لحقش ايه؟ هو انت اللي بتطبخ يا باشا؟ ما لحقش احضر له جرعه الحب، محتاج شحن اسبوع يا باشا. حبيبي خلاص بقى، عيب بقى ما صحش. اللي تشوفه سعادتك. بس انا برضه مخنوق منه للاخر، بس يلا عديها له لحماك يعني. كله على الله يا باشا. يلا استاذن سعادتك، بس اطلع اخد دش وانزل في السريع. اتفضل يا عم. تعليمات سعادتك يا باشا. لا مفيش تعليمات ولا حاجه. امر يا باشا امر. اتفضل يا عم. ماما خلود ده صحي؟ مش عارفه، بص على نفسك كده والنبي يا عم. يا سلام ده حبيبي. يعني خليل اصبع يا عمر، فكك. اصحى يا دكتور بقى، همشي واسيبك يا عم. امشي، انا اصلا هروح الجامعه بتاكسي، وبعدين اخدش الدكتور لسه. يا عم حارس، انت بتكلم اخوك الكبير بالطريقه دي؟ اه ده انت نهارك مش فايق. اوه بقى، خد الغطا اهو، خد اهو، قوم خد الغطا اهو اهو. عامل ايه؟ عامل ايه انا؟ اهو اهو بس يا معلم، انا كده الكسبان. قومتك من السرير. يلا بقى يا كبير، يلا بقى. يلا صح صح كده، بس وشك كده بقى عشان نفهم مع بعض. يلا عشان بس كبير صح النهارده مود وفاضي. اوضع صباحك زي الفل يا فندم. صباح يا باشا. ست ام منى جوزها رمى عليها 100 طلاق من 3 ايام، وحالتها كرب وتصعب على الكافر، ويعني النبي وصى على سابع جار، قلت هبقى جنبيها يعني اليومين دول كده اساعدها حتى في لقمه العيال. اهو يا باشا، هي اللي اعترفت قدامك. اشهد يا حكومه، الوليه سايبه جوزها حبيبها وراح تاكل عيال الجيران. اشهد يا حكومه. ما توطي صوتك يا بني ادم. ايه اللي افترى ده يا ابني؟ انت ايه؟ تبطل على النعمه؟ مال الفول بالقطة؟ ها؟ مش تعملي كويس؟ تعملي كويس يا بنتي؟ وهو والله يا باشا. عيب عليك يا باشا، ده انا اللي معلماه. ايه رايك؟
ما ترد. اللي تشوفه سعادتك. عندك عيال؟ يا باشا خاف ربنا فيها. عايز تقعدي عند ام منى كام يوم يا بنتي؟ ده هما يا باشا والله قد ساعه ساعتين في اليوم والله يا باشا. يومين ده لو انت عايزه تسامحيه. ربنا وسع سبع جرأة. كان جوزك اهم عبيطه. خلصنا بقى من المواضيع دي. تمام يا فندم. قدر الله ما شاء فعل يا باشا، والله هم اللي خسرانين. عموما معالي الوزير الجديد كفء وتاريخه مشرف ويستاهل. حضرتك اللي قلبك كبير ومتواضع. ربنا يقدره على الحمل الكبير اللي هو مكلف بيه. مهما حصل الوزارة كلها عارفة قيمة حضرتك وأهمية وضعك لمؤسسة الأمن كلها. ما تنساش تبعت بوكيه ورد كبير باسمي لمعالي الوزير الجديد. تحت امرك يا باشا. اي امر تانية؟ شكر يا ابني. استاذن حضرتك. الو. ايوه سامي. لا لا ما فيش حاجه الحمد لله كويس. ما فيش حاجه. انا بفكر ان انا ارجع بدري النهارده. طيب انا هتحرك دلوقتي. نتقابل في البيت. مع السلامه. مع السلامه. يا سلام يا سلام يا سلام. وانا اقول التليفون بيرقص ليه يا مزه؟ عامل ايه يا اجمل زوزو في الدنيا؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا مزه المزز كلها؟ ايه بامي باللحمه الضاني؟ انت جامده قوي يا زوزو. ايه الحلاوه دي؟ لا 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 اصلا النهارده طالبه معايا حاجه ورديحي قوي. فول بالطماطم، تلات عيون بيض كده مكحرتين، مية مية. الحاجات الورديحه دي نفسي جاي عليها قوي يا زوزو والله. معلش بقى يا هانم. مش شاكرين يا باشا. ثواني يا هانم. يا هانم احنا دايما في الخدمه. السلام عليكم. سلام. معاك يا معلم. بقول لك ايه؟ فاكر الخيمه الرمضانيه اللي كانت معموله في النادي عندنا السنه اللي فاتت؟ تقدر تعرف لي الشركه اللي كانت منظماها؟ لا يا عم انا بتكلم على اللي عاملين الديكور وجايبين البياعين بتوع الرصاص والفول والكلام ده. اهو انت كده ما حدش يستفيد منك بحاجه. عم ايوه ماشي هكلم راضي يا عم. يلا سلام. صباح الخير يا مهندسين. صباح النور. صباح النور يا باشمهندسه. على فكره باشمهندس كامل سال عليك من شويه. لا بدري قوي الكلام ده. احنا جينا لقينا والله. اوكي. صباح الخير يا بدرتي. صباح الفل يا باشمهندس. حياتك الحقني بال حالا هجيب لك حد الباشمهندس. لا لا خليه على مكتبي. حاضر. سي حاضر. صباح الخير. صباح النور. متأخرة. سوري أنا ممكن أروح عادي. لا 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 على إيه؟ خلينا حلوين مع بعض. تعالي. كنت عاوز أسألك على فيلة العنصرية. الراجل كلمني على الصبح وكل دماغي. متعصب أوي. هو اللي مصمم يشوف الشغل متشطب وإحنا لسه بنركب أرضيات. طب ما هو كده معاه حق. احنا متاخرين؟ لا يا بص احنا مش متاخرين، راجع التايم تيبل كويس، احنا وقفنا اربع ايام بس وقت الاجازه الطويله اللي فاتت، يعني بقى يهدى علينا كده ويستنى الشغل لما يخلص كمان ثلاث ايام، وبعدين هو ليه مصمم ينسى ان كونستراكشن الارضيات بتاعت الدور الثاني كانت اصلا بايظه واخدت مننا شغل 12 يوم. هندسه ايه؟ ما تزقش. الله. استنى اتكلم يعني. لازم ازعق.
ماشي. طب الرسومات بتاعت واجهة ميادة اخبارها ايه؟ وائل قاعد عليها من امبارح. عاوز ابقى اشوفها. اديني 5 دقايق بس اراجعها معاه ونتيجتي تشوفها. على فكرة وائل ده كويس قوي، ركز. طب كويس. وانت كمان ركزة حبتين زيادة. هو ده مضايقك؟ انا ما يضايقنيش بس حاسس ان ممكن يضايق. تركيزي مش مضايقني خالص. انا مش قصدي انه يضايقك بس يعني هو ممكن يخليكي شويه one track minded، يعني مش قادره ولا تحسي ولا تسمعي باي حاجه ممكن تحصل حواليكي حتى ولو كانت كويسه. طبعا افكر في الحكايه دي ملحوظه ده مش كده. اروح اراجع رسومات ولا كده. يلا باي. سلامتك. فريسكا 5 كتير ايه؟ هو الراجل هيعدي كل يوم؟ هات 10 يا عم. اقول لك سلم واتكل على الله. اتكل على الله. اتفضل يا باشا. فريسكا بقى كتير ايه؟ ده احنا هناكل فريسكا للصبح. انت شايفتها يعني؟ القمر شايفها. لا على فكره بس انت صح. استنى انا خليني بيت عادي. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. الفيلم مش بيبقى زي الروايه، دايما الروايه بتبقى احلى بكتير. باتريك زوسكن بيخليكي تشمي ريحه المكان، روحه. مثلا في الفيلم البطل عشان ياخد قرار انه يقطع رحلته ويمشي في الغابة لحد ما يوصل للجبل ما بياخدش على الشاشة ثواني، بيجيبهولك وهو مبسوط، ملامحه بقت مرتاحة وابتسم وبس. في الرواية بيوصف لك اللي يحصل جواه في صفحتين كاملين، بيوصل لك ازاي ريحة كل ورقة شجر اثرت في روحه، ازاي وجوده في الغابة دي خلته يحس بروحه هو شخصيا، لدرجة انه قرر ينسى حلمه ويفضل يمشي في الغابة لحد ما يلاقي المكان اللي تقريبا مفيهوش اي ارواح غيره، منه للسماء. دايما الفيلم اللي بيتاخد عن رواية قوية بيبقى أضعف، لازم يبقى أضعف. على فكرة انت كان لازم تطلع صوت. اشمعنى؟ عشان انت رقدت لهم رحت عامل الخطة بتاعتك ورايح لافف من ورا الكراسي عشان محدش يشوفك. وحتى لما كنت الظابط كنت برضه هدكهم في الآخر. انا بس عملت كده عشان بصراحة يعني خفت اخش اضربهم وانت في وسطيهم حد يأذيك ولا حاجه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ اسال يا عمر. لو ده حصل دلوقتي حد ياخد الفريسكا بتاعتك؟ يوه بطل هزار بقى يا عمر. خلاص ايه اللي يحصل يعني؟ يعني لو حد اتعرض لي عادي. عادي؟ عادي جدا يموت او على الاقل ما يروحش. هي الاوضه في المستشفيات اتعملت ليه يعني؟ ايه يا عمر انت ما سمعتنيش؟ لا ما خدتش بالي. كنت بتقولي حاجه؟ كنت بقول حاجه بس بتتقال مره واحده بس. طب خلاص انا بصراحه سمعتها بس عايز اسمعها تاني. بحبك. ايه؟ بدور على اي حاجه تعبر عن اللي فيا ده. اصل كلمه بحبك دي اقل بكتير من اللي جوايا بصراحه. طب يا سيدي ما تعتبرها علامة وتقولها خلاص. بموت فيك. بتموت فيا بس؟
لا طبعا، استنى اوريكي كل حاجه دلوقتي وقدام الناس كلها. ايه في ايه؟ مش انت اللي عامله وحش؟ خلاص تعمل ايه؟ يا جريء يا متوحش. عمر ما قلت ليش عجبتك اللوحات الجديده؟ تحفه طبعا، بالذات اللوحه اللي كل ما اشقلبها كده ما فهمش حاجه رجعها تاني برضه ما فهمش حاجه. انت ايه رايك في الفريسكا؟ العيال دول بتوع الموتوسيكلات انا بيعملوا لي رعب. سواقتهم عامله زي سواقه الدبان. بس 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 ماشيين ازاي؟ عمر والنبي خلي بالك. ليش حبيبتي؟ خليها على الله. فريدة هطلب منك طلب غريب شوية. قول يا حبيبي في ايه؟ ممكن تنزلي يا حبيبتي؟ ايه؟ معلش انزلي اركبي تاكسي وانا احصلك على طول. مش فاهمة حاجة. قد كام خلص؟ بتعملوا ايه؟ اثبت يا انا.